الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وفى وعلم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، بكف السادة الشافعية. وما زلنا في فصول الصلوات المسنونة، بعدما انتهى من صلاة العيدين بدأ في فصل وصلاة الكسوف. ونلاحظ هنا أن المصنف وهو القاضي أبي شجاع قال وصلاة الكسوف فقط، سنة مؤكدة، وكأنه أراد أن الكسوف يطلق على القمر وعلى الشمس سواء بسواء. وفي وجه ثاني يقول لك الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وعلشان كده الشارح ايه قدر بقى في الشرح اللي هو ابن قاسم قال ايه وصلاة الكسوف للشمس وصلاة الكسوف للقمر، يبقى ايه اعتبر ان الكسوف خاص للشمس في الشرح، وان كان المصنف اراد الاختصار فاراد فقال الكسوف وسكت على اساس يطلق على الاثنين. وصلاة الكسوف للقمر كل منهما سنة مؤكدة، يعني سواء صلاة كسوف القمر أو صلاة كسوف الشمس فكل منهما حكمها أنها سنة مؤكدة. فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى، أي لم يشرع قضاؤها، لأنها مرتبطة بإيه؟ بوقت معين وهو الكسوف، فإذا فات الكسوف ما تقضيهاش. ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين، يحرم بنية في صلاة الكسوف، يعني ينوي إيه نويته صلاة ركعتي صلاة الكسوف إماما أو مقتديا أو منفردا، الله أكبر، إن هي محلها القلب، فإن تلفظ بها عند الشافعية مستحب، وإن تلفظ بها عند المالكية بدعة. الشافعية يقول لك التلفظ بالنية مستحب، والمالكية يقول لك بدعة، يقصد بدعة مش ضلالة، يقصد بدعه يعني لم ترد عن السلف الاول عن الصحابه، ما كانوش يتلفظوا بمعنى بدعه، مش كل بدعه يقولها الامام يقصد بها المعنى الضلالي بتاع الوهابيه، يعني بدعه يعني شيء مستحدث يعني. الشافعيه قال لك انها هي مستحدثه لانها تعين على احضار النيه في القلب، فالنيه اصلها القلب ووقتها تكبير في الاحرام، فلما انشغل الناس بامور دنياهم وقل ذكر الله في قلوب الناس وكثرة الغفلات أصبح يصعب إحضار النية في القلب مع تكبيرة الإحرام في اللحظة، فأصبح اللسان يعين القلب والوسائل تأخذ حكم المقاصد، فأصبح اللسان وسيلة لاستحضار النية في القلب، فإذا كان استحضار النية في القلب مطلوب فالوسيلة مطلوبة تأخذ حكمها. فهمت بقى كلام الشافعية؟ عشان كده الشافعية قال لك هي مستحبة. بعض الناس في هذا العصر ما يفهمش كلمة بدعة عند المالكية في الموضوع ده، زي صلاة الضحى عند المالكية بدعة، الإمام مالك قال على صلاة الضحى بدعة، وقال صلاة ست من شوال بدعة بعد رمضان. شوفوا قد إيه بقى في ست من شوال اللي مشهور أهو شهرة النار على العالم الناس كلها عارفين، أو الإمام مالك وأبو حنيفة قال ده بدعة صيام ست من شوال. ليه بدعة؟ يقصد بدعة يعني إيه؟ يعني شهرته بهذه الصورة ده شيء مستحدث، يعني الصحابه ما كانوش كلهم عارفين الحكايه دي، ده بعضهم قله منهم اللي كانت عارفه. انما الوقت شائع كده في الامه كلها حتى العوام عارفين سته من شوال، فالبدعه هي شيوعه مش انه ضلاله. يبقى لما يقول بدعه يعني شيء مستحدث في الامه، يعني في الامه زمان كانت خصوص الامه اللي تعرف الحاجات دي. زي صلاه الضحى يقول عليها بدعه،
الإمام مالك، لأنه لاحظ إن أهل المدينة في عصره يجوا على الساعة 10 الصبح تلاقي مسجد النبي مليان، كل الناس سايبة تجارتها وداخلة تصلي سنة الظهر. فقال لهم ده بدعة كده، الصحابة ما كانوش يجوا الساعة 10 قبل صلاة الظهر بساعتين يجتمعوا في المسجد ويصلوا كده، كل واحد بيصلي في بعض بيت في حتة. فاهم؟ فأدي البدعة عند الإمام مالك يقصد هذا. فاللي يقرأ الكلام ده للأئمة وما ياخدش باله معنى الكلام عند الإمام إيه؟ يفهم غلط خالص. زي ما بعض طلبة العلم يقرأ الحاجات دي ويبتدي يعمل شرشرة في المساجد، لأنه فهم كلمة بدعة اللي قالها الإمام على فهمه هو مش على فهم الإمام، إنها ضلالة في النار. لأن البدعة قد تطلق ويكتب بها، زي ما سيدنا عمر جمع الناس على صلاة التراويح وعين لهم أبي بن كعب. كويس؟ وبعدين لما مر بالليل كده ولقى الجامع كله مجتمع على إمام واحد والناس كلها بتنصت وبتصلي على إمام واحد بعد ما كانوا متفرقين، فانبسط من المنظر. فقال نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي، يعني شيء ما كانش متاح أيام النبي كده. كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي صلاة التراويح منفرد أو مع جماعة خاصة بيه، هو وأصدقائه، هو وبيته، هو وأولاده، هو لوحده. كان أيام النبي كده صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سيدنا عمر لقى الناس بتشوشر على بعضها في المسجد، جمعهم كلهم على إمام واحد. فلما لقى المنظر قال إيه؟ نعمة البدعة هي. يبقى البدعة تطلق هنا بمعناها شيء ما كانش أيام النبي لكنه مطلوب من الشرع. ولما لم يكن أيام النبي؟ الغرض. أصل يجي يقول لك ما هو لو كان خيرا لكان أيام النبي، ولا طالما لم يفعله النبي يبقى ليس بخير، والنبي دلنا على كل خير. المقدمة هي اللي لخبطك دي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء وفعل خلاف الأولى أحيانا لأنه بيشرع للأمة. لأنه لو كان جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح لفرضت على الناس، لأن ده وقت التشريع. ففعل خلاف الأولى مخافة أن تفرض على الأمة. فلما استقر التشريع وكل الناس عرفت الناس قلنا فلا بأس أن يجتمعوا بقى على إمام واحد، لأن مش هيجي تشريع جديد. استقر الأمر. يبقى النبي أحيانا يترك بشيء مخافة أن يفرض على الأمة لغرض. يبقى النبي احيانا يترك ويفعل خلاف الاول. تصدق يبقى فعل النبي احيانا يبقى خلاف الاول من اجل التشريع. وعشان كده الترك لا يدل على النهي. الترك كون النبي ترك لا يدل على النهي، بل اشوف ليه النبي ترك. سموه النبي ترك قتل المنافقين وقتل المنافق المرتد واجب، وتركه ترك الواجب من اجل ما هو اوجب، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه فيصد الناس عن الدخول في دين الله. يبقى ترك الواجب لما هو اوجب. فهم؟ يبقى النبي احيانا يترك حتى الواجب، يترك الواجب من اجل ما هو اوجب، ويترك المستحب من اجل ان لا يشرع على الناس، زي صلاه التراويح ما يجمعهمش على امام واحد. ولما خرج وصلى صلى الناس بصلاته، وتاني يوم اجتمع اكثر وصلوا بصلاته، ثالث يوم المسجد ضج بالناس فلم يخرج النبي، فقال خفت ان اخرج عليكم فتفرد عليكم. يبقى النبي يترك يقع خلاف الاولى احيانا من اجل ايه؟ من اجل التشريع. فالصحابه فهمت كده. فعلشان كده سيدنا عمر لما جمع الناس على امام واحد في صلاه التراويح لم يجد ان هو عمل شيء مخالف لايه؟ لشرع النبي. لان هو شرع النبي كده، لكن النبي ترك هذا مخافه ان يخرج، وقد استقر الامر انه سنه فلا باس. فهمت بقى معنى بدعة عند الأئمة؟ أحيانا يقول لك بدعة ولا في الضلال. تيجي تصلي بقى في المساجد يقول لك إيه؟ النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، الله أكبر. بيعملوا كده؟ ولا فاهم بدعة ولا فاهم حاجة، وقاعد لدرجة أصبحت الناس تسوي نية التكبيرة في الإحرام بلا نية لما سمعوا الكلام ده. ما بقوش يستحضروا النية. تصور بقى ان في ناس كده لما سمعوا الكلام بطل يستحضر النية، فيقعد كده وهو غافل يقول الله اكبر. فيبقى معهم وانا واقف تبقى صلاته باطله، لانه ما فهمش الناس ان التلفظ بها شيء مستحب، بس لم يكن في عصر النبي، ولكن النبي لم ينهى عنه، بل فعل وتلفظ بالنية جهرا في بعض العبادات كالحج. قال لبيك اللهم بحج لا ريع فيها ولا سمع، مش دي نية؟ ثم تلفظ بها. يبقى التلفظ ورد عن النبي في بعض العبادات، ولم يرد تلفظ في الصلاة لكثرة ايه؟ لكثرة تكرارها، فاعتاد القلب احضار النية.
فاذا جاء في بقى في يجي جيلك جيل ما يعرفش يستحضر مع تكليف الحمل يقول له لا اتلفظ بقى. فهمت بقى معنى الكلام؟ علشان كده تاخد بالك من الحاجات. وعلى شكرا يقول لك ايه؟ يحرم بنية صلاة الكسوف، لأن وقت النية، وقت النية الإحرام، تكبيرة الإحرام ده وقتها، مش وقتها لما أخرج من بيتي ماشي في الشارع. ده اسمها قصد. يعني وأنا خارج من بيتي كده رايح أصلي العشاء اسمي قصدي أصلي العشاء. أو عزمي، يسمى العزم أو القصد. أمال إيه هي النية اللي في الشرع؟ هو العزم المطابق للفعل. يبقى النية الشرعية غير النية في المعنى اللغوي، النية في المعنى اللغوي على مطلق العزم. يقول له على فين العزم؟ يقول له هروح على بيت العمدة. وهو ماشي في الشارع. ده عزم أو نية في العرف، لكن في الشرع لازم تكون مطابقة لأول الفرض. لأول الفعل، فالنية في الشرع وقتها عند أول الفرض. اللي هو تكبيرة الإحرام. فهمتني؟ ويقول لك غالبا ليه؟ يقول لك اول الفرض غالبا، اول الفعل غالبا، عشان يخرج لك نية الصوم. نية الصوم في الليل مش مع طلوع الفجر اللي هي بداية الصوم. ونية اخراج الزكاة عند تجنيد المال لا عند اعطاء الفقير. فعايز يخرج لك بعد ايه؟ بعد الاعمال. ادي الحكاية. وعلى فكرة يقول لك ايه؟ يحرم بنية صلاة الكسوف ثم بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع رأسه من الركوع، ثم يعتدل، ثم يقرأ الفاتحة ثانيا، ثم يركع ثانيا أخف من الذي قبله، ثم يعتدل ثانيا، ثم يسجد للسجدتين بطمأنينة في الكل، ثم يصلي ركعة ثانية بقيامين وقراءتين وركوعين واعتدالين وسجودين. يبقى صلاة الكسوف فيها ثلاث كيفيات. هي ثلاث كيفيات، جايب لك هنا كيفية منها لأن يقصد الاختصار. ليها كيفية وهي معتبرة عند الأحناف أنها تصلى ركعتين كالمعتاد، كصلاة الصبح أو كسنة الظهر أو كالجمعة. ده الأحناف عندهم صلاة الكسوف كده، ركعتين عاديين خالص زي اللي بتصليهم في الجمعة. ده كيف، دي إحدى الكيفيات عند الشافعية، ولا يوجد كيفية أخرى عند الأحناف إلا دي. كويس؟ الشافعية عندهم كيفية ثانية ثبتت في السنة، وهي أن يصلي قيامين وركوعين في الركعة، يصلي ركعتين بس كل ركعة فيها قيامين وركوعين وقراءتين. يعني ينوي ويقول دعاء الافتتاح ويقرأ الفاتحة والسورة، وبعدين بعد كده يقول الله أكبر يركع، وبعدين سمع الله لمن حمده، وبعدين يقرا فتحه ثاني وسوره ثاني، وبعدين يقول الله اكبر ويركع، وبعدين سمع الله لمن حمده، وبعدين بعد كده يسجد سجدتين ويعمل ركعه ثانيه بنفس الطريقه. دي الكيفيه الثانيه مع قصر القراءه، مع قصر القراءه. قراءه السوره اللي بعد الفتحه تبقى سوره قصيره. دي ادنى الكمال. ادنى الكمال. واكمل كيفيه هي الثالثه بقى. ان يطيل القراءه في الركعه في القيام الاول لدرجه ان يقرا سوره البقره كامله بعد الفتح، وفي القيام الثاني يطيل القيام لدرجه يقرا ال عمران كامله، وفي القيام الثالث اللي هو يعتبر الاول في الركعه الثانيه يطيل القيام بعد الفتح ويقرا سوره النساء كامله، وبعدين يجي بعد كده في القيام الرابع يجيب سوره المائده كامله، ومش كده وبس، والركوع الاول يفضل راكع بقدر 100 ايه من سوره البقره. يعني يفضل راكع كده بتاع ثلث ساعه ونص ساعه للركوع الاول، وسبحان ربي العظيم وبحمده، ويكررها قدر 100 ايه من سوره البقره. وبعدين يقول سبحان الله سبحانه ويقرا الفاتحه وآل عمران، وان يركع ويفضل راكع بقدر 80 آية من سورة البقرة، ده الركوع الأول. ويجي بعد كده في الركوع بتاع الأول في الركعة الثانية قدر 70 آية من سورة البقرة الركوع. والركوع الأخير قدر 50 آية من سورة البقرة. طب والسجود لا يطيل أزيد من المعتاد، والراجح أنه يطيل قدر الركوع. يبقى في وجهين في السجود. الراجح أنه يطيل كالركوع.
يبقى السجدة الأولى كالركوع الأول، والسجدة الثانية كالركوع الثاني، والسجدة الثالثة كالركوع الثالث، والسجدة الرابعة كالركوع الرابع، وإلى الرابع ودي أكمل سورة. يعني كأن صلاة الكسوف دي تستغرق وقت الكسوف كله، لو خد 4 ساعات يفضل في الركعتين الأربع ساعات صلاة متواصلة. فهمت ازاي؟ دي أكمل إيه؟ أكمل الكثير. هنقرا بقى إيه شرح الشيخ. بعدهم بيخطب خطبتين، بعضهم يخطب خطبتين. نقرا بس ايه الحاشيه في الجزء اللي قريناه وبعدين بعد كده نقرا. بيقول هنا: فصل في صلاه الكسوف وما يطلب فعله لها. الاصل فيها قوله تعالى، الاصل يعني الدليل، ادي معنى الاصل، الاصل اي الدليل. مش الناس يقول لك على الاصل دوت، فالاصل هو الدليل، هو الاصل لغه ما ينبني عليه الشيء. الأصل في اللغة هو ما ينبني عليه الشيء، وفي الشرع هو الدليل، أي من القرآن أو السنة أو القياس أو الإجماع. يبقى لما يجيب لك الأصل في الشرع يقصد بقى إيه؟ الدليل، والدليل ده إما قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس كده برضه. عشان كده الأصل فيها يجيب لك قرآن، قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وخبر اللي السنة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أي أن الشمس والقمر علامتان من العلامات الدالة على وجوده تعالى، لا ينكسفان لموت أحد، فإنه لما مات ولد إبراهيم عليه السلام انكسفت الشمس، فظن الناس أنها انكسفت لموته، فرد ذلك عليهم: ولا لحياته، فإنها انكسفت في حياة الحجاج، فظن الناس أنها انكسفت لحياته، فأخبر بأن انكسافها حينئذ ليس لحياته، وإن كان ذلك قبل وقوعه فهو من الإخبار بالمغيبات. والحكمة في الكسوف تنبيه عباد الشمس والقمر على أنهما مسخران مذللان، ولو كان إلهين لدفع النقص عن أنفسهما ولما محي نورهما. وشرعت صلاة الكسوف، وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة، وصلاة كسوف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى الآخرة على الرابح. ولما خسف القمر في السنة المذكورة اللي هي الخامسة من الهجرة، صارت اليهود يرمونه بالسهم، وقفت اليهود في المدينة ترمي السهام نحو القمر لما لقوه خسف، ويضربون بالطاس ويضربوا على الصفيح زي ما بيعملوا بعد جهلة المسلمين، ويضربوا بالطاس على الصفيح ويقولون: سحر القمر. فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فينكر على من ضرب على الطاس ونحوه عند خسوف القمر، لأن فيه تشبها باليهود، وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بهم. قول: وصلاة الكسوف، لما كان الكسوف خاصا بكسوف الشمس على المشهور حمله الشارح على ذلك حيث قال: وصلاة الكسوف للشمس، وجعل في كلام المصنف اكتفاء حيث قال: وصلاة الكسوف للقمر، وأخذ ذلك من قول المصنف: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر. ولما قدر الشارح ذلك اللي هو القمر والشمس، احتاج لتقدير قول كل منهما ليصح الإخبار، فإنه لا يصح بقول المصنف سنة عن المبتدأ، لأنه صار على تقدير الشارح شيئين، ويصح أن المصنف أراد بالكسوف ما يشمل كسوف الشمس وخسوف القمر، على خلاف المشهور إن كلمة الكسوف بتطلق على الشمس وعلى القمر، وده خلاف المشهور. ولذا قال في المنهج: وصلاة الكسوفين، والإخبار حينئذ بقول المصنف سنة صحيح من غير احتياج إلى تقدير. والحاصل أن الكسوف مأخوذ من الكس، وهو الاستتار، وهو بالشمس أليق، لأن نورها من ذاتها، وإنما يستتر عنا بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما.
ولذلك لا يوجد الا عند تمام الشهور غالبا. يعني ما بيجيش الايه كسوف الشمس ده الا عند تمام الشهور، يعني عند ايه اواخر الشهور لما يجي كسوف الشمس، وكسوف القمر يجي في الايام القمريه اللي البدر كامل يظهر. والخسوف ماخوذ من الخسف وهو المحو، والمحو اليق بالقمر لان النور جاي زاكي من القمر، لكن الكسوف ايه معناه المحو. مع الكسوف معناه قال لك الكسوف معناه الاستتار، والاستتار اليق بايه بالحاجه اللي النور طالع منها انه بيستتر، انما المحو اليق بالقمر اللي هو الكسوف. والكسوف ماخوذ من المحو وهو بالقمر اليق، لان جرمه اسود ثقيل كالمراه يضيء بمقابلته نور الشمس، يضيء بمقابلته يعني بمقابله القمر لنور الشمس، فاذا حال جرم الارض بينهما عند المقابله منع من وصول نورها اليه فيظلم. ولذلك لا يوجد الا قبيل انصاف الشهور غالبا، لما يبقى يعني بدر، اي لما يبقى القمر بدر كامل كده. فالكسوف للشمس والخسوف للقمر، وفي كلام الشارح اشاره الى هذا، ويجوز اطلاق الكسوف والخسوف على كل منهما على التبادل. ممكن تقول خسوف الشمس كسوف القمر، ممكن يعني اللغه واسعه يعني. وقيل الكسوف في اوله والخسوف وقيل الكسوف في اوله ولا في اخره؟ في اوله. وقيل الكسوف في اوله والخسوف في اخره، اخر الشهر يعني، وقيل غير ذلك. يعني فيها اقوال كثيره وكلام كثير عند علماء الهيئه، يعني علماء الهيئه اللي هم علماء الفلك. كل منهما اي من صلاه كسوف الشمس وصلاه كسوف القمر سنه، اي لكل احد من ذكر وانثى ومسافر ومقيم وحر وعبد فرادى وجماعه، حتى انه يسن لولي المميز امره بها، يسن لولي المميز امره بها، يسن امره بها، ان يؤمر ايه المميز ايه يصليها. وقول المميز اللي هو ما يبقى ايه يعني يصح صلاته، يعرف اليمين من الشمال، يعرف ما يضره، يعرف ما يعني يقذره، بحيث تصح صلاته وتصح تأمينه وتصح تاخد دخول الجمعه. يعني لو عيل عنده 9 سنين واد شاطر كده وحافظ القران المميز، ينفع يخطب الجمعه للناس يصلي بيهم ايمان طالما حافظ القران وعارف الاحكام. وقول مؤكده اي مطلوبه طلبا اكيدا فيكره تركها، يبقى ترك السنه المؤكده مكروه، وهو مراد الشافعي رضي الله عنه بقول لا يجوز تركها، اذ المكروه يوصف بعدم الجواز، لان المراد به استواء الطرفين، الجائز مراد به استواء الطرفين، ومعروف ان المكروه مش مستوي الطرفين، فاهم؟ المكروه مش مستوي الطرفين، ده المكروه يعني معناه يستحب تركه، لكن مش مستوي الطرفين كالجائز. ولا بد من تيقن الكسوف، لا بد ابقى متيقن ان الشمس كاسفه او القمر منخفض، عشان فلو شك فيه فلا يصلي، كالشك في دخول وقت الصلاه. ما احنا من شروط صحه الصلاه تيقن من دخول الوقت، فلا بد من تيقن ايه كسوف الشمس او كسوف القمر. فلو شك فيه فلا يصلي لان الاصل عدمه، ويسن الغسل لصلاه الكسوف. واما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر كالجمعه والعيدين فلا يسن لها لأنه يضيق الوقت، ويخرج في ثياب بذلة، بخلاف الجمعة والعيدين بيخرج في ثياب ايه جديدة، هنا بذلة، لأن ده يليق بإظهار الافتقار زي صلاة الاستسقاء بالظبط. ويخرج في ثياب بذلة يعني يلبس ايه ثياب قديمة، عنده ثياب قديمة مقطوعة ومتخيطة أو مش مكرمشة مش مكوية أو حاجة كده، يعني ثياب ايه ما تبقاش فيها مش من ثياب الهيئه العاليه، لان ده يناسب الافتقار الى الله كصلاه الايه الاستسقاء، هتيجي برضه نفس الحكايه، لانه اللائق بالحال وهو الافتقار الى الله. قوله فان فاتت هذه الصلاه الى اخره، وسياتي ما تفوت به في قول الشارح
وتفوت صلاة كسوف الشمس إلى آخره. وكان الأولى للشارح أن يقدمه هنا ويؤخذ من تقييده الفوات بالصلاة أن الخطبة لا تفوت، وهو كذلك. احنا عارفين أن بعد صلاة الركعتين دول بيخطب الإمام خطبتين كالجمعة يعظ فيها الناس. طيب احنا عايزين صلاة الكسوف تفوت بكسوف الشمس، فإذا انتهى الكسوف في الركعتين يقوم يخطب برضه، فهمت؟ إذا استوعبت الركعتين فترة الكسوف أو الكسوف وخلصه وخلص الركعتين يخطب برضه، لأن الخطبة ما تفوتش إيه بفوات الكسوف. وهو كذلك لأن المقصود منها الوعظ، لكن بالنسبة لمن صلى دون غيره، والخطبة تكون بالنسبة لمن صلى دون غيره ويصلي جماعة، لأن لو ظل منفرد مش هيخطب لنفسه. خلافا لمن قال إنه يخطب مطلقا. قوله لم تقضى، لو فات وقتها لا تقضى، أي لأنها ذات سبب فتفوت بفواته. فإن قيل لما لم تفت صلاة الاستسقاء بالسقيا، إن سقوا قبلها، يعني افرض إن الإمام المسلمين قال للناس اجتمعوا غدا لنصلي صلاة الاستسقاء، فجاء قبل الغد السماء أمطرت، طيب يجتمعوا برضه صلاة، لأن إن لم يكن لطلب السقيا فللشكر، لشكر الله عز وجل، فهمت؟ بل إن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا. أجيب ليه بقى صلاة الاستسقاء الكسوف مش كده؟ أجيب بأن الحاجة للسقيا أشد، مع أن المقصود بها الشكر على السقيا وطلب المزيد. قول ألم أي لم يشرع قضاؤها، والفعل إذا لم يشرع لا يصح. طالما لم أم يقول لك لا يشرع قضاؤها، يبقى لو صليتها، طب لو صليتها على سورة إيه؟ الصلاة اللي بركوعين وقيامين، لكن لو صليتها على سورة صلاة ركعتين كالصبح يبقى إيه؟ تحمل عن نفل المطلق، كأنها نفل مطلق، واضح؟ والفعل إذا لم يشرع لا يصح، فلا يصح قضاؤها ولو أحرم بها كسنة الظهر ظنا بقاء الوقت فتبين خلافه، وقعت نفلا مطلقا لأنها صلاة معتادة زي ركعتين سنة الظهر، بخلاف ما لو أحرم بها بركوعين وقيامين ظنا بقاء الوقت فتبين خلافه، فإنه يتبين بطلانها ولا تصح نفلا مطلقا، إذ ليس لنا نفل مطلق على هيئتها فتندرج فيه. واضح الكلام. قول ويصلي بالبناء للفاعل الذي هو الضمير العائد على الشخص، أي ويصلي المكلف المسلم يعني، لا بالبناء للمفعول، ما نقولش ويصلى، لأنه يمنعه قول المصنف ركعتين بالنص. قول لكسوف الشمس، يعني لو قال ويصلى كان يقول ركعتان نائب فاعل بقى، لكن انا بقول لك ويصلي ركعتين يبقى دي منصوبه، يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش تبقى على المجهول. ادي كلام الشيخ يعني. قول لكسوف الشمس وكسوف القمر، فيجب تعيين الصلاه بكونها لكسوف الشمس او لكسوف القمر لانها من النفل بالسبب، فيجب فيها التعيين مع قصد الفعل ولا تجب نيه النفليه. يبقى لا، احنا عايزين يسائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، ودي نفل مش فرض، يبقى ناقص القصد والتعيين. يسائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، ده شروط النية ثلاثة، القصد والتعيين والفرضية، بس دي نفل يبقى لا يشترط النفلية، يبقى ايه؟ القصد والتعيين. ده التعيين يعني يعينها، يقول صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، ادي معنى يعين يعني ايه؟ يحددها يعني. والقصد يقول نويت اصلي، ادي القصد، نويت اصلي، ادي القصد. والتعيين صلاة الكسوف، ولا يشترط النفلا، فهمت؟ قول ركعتين فيهما ثلاث كيفيات، يبقى كيفية صلاة الكسوف عند الشافعية لها ثلاث كيفيات، أقلها ركعتان كسنة الظهر، ودي الكيفية الوحيدة عند الأحناف، وأدنى الكمال أن يصليهما بركوعين وقيامين في كل ركعة،
من غير أن يطيل القراءة فيهما. وأعلى الكمال، أعلى الكمال أن يصليهما بركوعين وقيامين ويطيل القراءة فيهما، وكلام المصنف ظاهر فيه لأنه قال يطيل القراءة فيهما، وبهذا تعلم ما في قول الشارح وهذا معنى قوله إلى آخره. فإذا أحرم بها وأطلق، افرد هو أحرم وأطلق، تخير بين الكيفيات الثلاث. أنا قلت نويت صلاة ركعتي سنة الكسوف إمام أو مقتديا، الله أكبر، وبعدين وأنا بقرأ الفاتحة لي أختار أي كيفية، لي أختار في الحالة دي أي كيفية، كويس؟ طيب خد بالك هو بيقول لك ايه، فان احرم بها واطلق يعني ما حددش كيفيه معينه تاعت نيته في قلبه، تخير بين الكيفيات الثلاث بخلاف ايه؟ ما لو نوى الوتر واطلق، ان وتر الوتر الله اكبر، ما قالش ثلاث ركعات، خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، 11 ركعه او ركعه، ما قالش، لانه ايه؟ صلاه الوتر الله اكبر. في الحاله دي لا يعني عليه انه ايه؟ يجيب ركعه واحده بس، يجيب ركعه واحده اللي هو ادنى الكمال، ادنى الكمال عندنا الوتر ركعه واحده اذا اطلق ما حددش، بخلاف ما لو نوى الوتر واطلق فانه يحمل على ادنى الكمال اللي هو ركعه. والفرق، طب ليه الفرق هنا؟ عايز يبين لك الفرق. في الوتر اطلق فقلنا له ياخدها على ادنى الكمال، وفي الاستسقاء لو اطلق يتخير يعمل اللي عايزه. ايه الفرق طيب؟ عايز اقول لك الفرق. ان ما هنا، ما هنا يعني في صلاه الكسوف خلاف الصفه، خلاف الصفه، فتسومح في خلاف الصفه. وما في الوتر اختلاف في الذات في العدد، والعدد لا يتسامح فيه انما الصفه يتسامح فيه، لان الصفه اخف من من الذات كده برضه. وما في الوتر اختلاف في الذات فلم يتسامح فيه. يبقى الامثله دي اللي بيديها لك بيعلمك ازاي تفرق بين المتشابهات. هنا مساله واحده، اطلق في الوتر يعمل ايه؟ اطلق في صلاه الكسوف يعمل ايه؟ الاثنين نيه مطلقه في صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف ليها كذا كيفية، والوتر ليه يوتر بكذا عدد، فالاثنين مشتبهين بان هما ما لهمش حالة واحدة بل ليهم حالات متعددة، بس واحدة حالتها متعلقة بالصفة والثانية حالة متعلقة بالذات اللي هو الوتر. فقال لك الحالة المتعلقة بالصفة يتسامح فيها فيتخير بين اي هيئة زي صلاة الكسوف، والحاجة المتعلقة بالذات اللي هو العدد لا يتسامح فيه فيطلق على أدنى الكمال اللي هو ركعة. واضح كلام الشيخ؟ بس. ومتى شرع في كيفية من تلك الكيفيات تعينت؟ إمتى بقى تتعين الكيفية؟ لما يشرع في كيفية من الكيفيات ما يجيش في الركعة الأولانية يقرأ قيام وقراءة وركوع واحد ويسجد وبعدين يجي الركعة الثانية يعملها لي بركوعين وقيامين. خلاص يبقى تعينت، فلما شرع في كيفية معينة تعينت الكيفية. واضح؟ فلا تجوز الزيادة على ما نواه ولا النقص عنه للانجلاب. يعني ما ينفعش مثلا هو في الركعة الأولانية راح قرأ الفاتحة وقرأ سورة وين ركع والسماء الله المحمد، وبعدين ايه سجد السجدتين وقام في الركعه الثانيه، فخاف لحسن يخلص الركعه الثانيه، الركعه الثانيه دي لحسن ايه لسه الكسوف هيطول، فيقول طب ما نخلي الركعه الثانيه بقى ايه ركوعين ونطول عشان نستغرق الوقت كله، ما ينفعش. نقول له لا انت شرعت، او العكس صلى الركعة الأولانية بركوعين وقيامين طويلين، فجاء في الركعة الثانية خفا جلي فيخرج وقتها، فقام قال إيه أغير بقى الكيفية وأصلي ركوع واحد وقيام واحد، فين؟ ما ينفعش.
فهمت بقى كلام الشيخ؟ يبقى اذا شرع يبقى خلاص يمشي، لكن ممكن يخفف في اطاله القراءه، لكن يخليها ركوعين وقيامين. اذا كان خايف الجلاء يجي في الركعه الثانيه يخفف في القراءه. لا بس الانجلاء اللي هي يعني ان سات الكتب خلاص انكشف عنها ما به، سواء كتب القمر او شيء. احنا كنا مره من حوالي 6 سنوات كده في المنيل في قايتباي، كان خسف القمر بالليل حوالي الساعه 12 بالليل، 12 بالليل الفجر بدري بقى عليه يا حلاوه بقى. فجمعنا الناس وصلينا بالصلاه الكامله بقى دي، واعلنا للناس يا جماعه احنا عندنا في الركوع الاول البقره كامله، الركوع الثاني ال عمران كامله، الركوع الثالث النساء كامله، اللي يخش ورانا يبقى واكل وشارب وداخل الحمام وكله ما عندوش مش فاضيين. واعلان خلصنا قبل الفجر. الناس طبعا ايه، في ناس كانت تدخل تلاقينا بنصلي ما يعرفوش القصه، ما احنا اعلنا ودخلنا بقى، في واحد يدخل ما يعرفش القصه يلاقي نفسه الجدع ده مش هيرفع هيرفع امتى ده. فاللي يفك صلاته واللي يروح الحمام ويدخل ويتوضا وياكل ويتعشى ويرجع يصلي، يعني ايه؟ بس قرانا البقره وال عمران والنساء وجبنا شويه من المائده كده وايه، ولقيت اللي ورايا هيغموا عليهم بقى فخلصت قلت كفايه يعني. جربناها مره بس كانت حلوه والله، كانت صلاه جميله. لكن طبعا الناس ايه ما تستحملش، شوف الصحابه كانوا يتحملوا الحاجات الحلوه دي معانا، لكن احنا نفسنا دلوقتي نوعيه ما تستحملش، غلابه ضعاف. ومتى شرع في كيفية من تلك الكيفيات تعينت فلا تجوز الزيادة على ما نواه ولم نقطع عنه للانجلاء وعدمه، فيمتنع زيادة ركوع لعدم الانجلاء وكذا تكرارها. نعم يثني أعدتها مع جماعة، يعني افرض بقى خلصها ولسه منكسفة وجت جماعة ما يجراش حاجة، عيدها معاهم صلي معاهم تاني، سواء صلاها أولا وحده أو مع جماعة على المعتمد. قوله يحرم بنية صلاة الكسوف أي أو الخسوف كما هو المناسب لصنيع الشارح فيما سبق، وهو كذلك في بعض النسخ، وقد علمت أنه لابد من التعيين في النية. قوله ثم بعد الافتتاح أي دعاء الافتتاح، وقول يقرأ الفاتحة أي ثم يقرأ سورة. ثم إن كانت قصيرة كان ذلك من أدنى الكمال، وإن كانت طويلة كان من أعلى الكمال، وهذا هو المناسب لقول المصنف يطيل القراءة فيهما، فليحمل عليه كلام الشارح وإن كان خلاف المتبادر منه ليصح قوله، وهذا معنى قوله لا فيه. ثم يعتدل أي أولا من الركوع الأول، وفي تسمية اعتدالا تسمح لأنه قيام ثاني يهوي منه إلى الركوع الثاني، فتسمية اعتدالا مشاكلة، هو حق يسميه قياما يعني، لأن الاعتدال يكون من الركوع اللي هيتبعه ثبوت، لكن ده مش هيتبعه ثبوت، فيقول لك ده تسامح بس. ثم يقرأ الفاتحة ثانيا أي ثم يقرأ سورة قصيرة أو طويلة كما مر. قول ثم يركع ثانيا أخف من الذي قبله، أي لأنه يسبح في الأول بقدر 100 آية من البقرة وفي الثاني بقدر 80 منها. قوله ثم يعتدل ثانيا أي من الركوع الثاني، وتسمية هذا اعتدالا ظاهرة لأنه يهوي منه للسجود. قوله ثم يسجد السجدتين فلا زيادة فيهما بطمأنينة في الكل، أي مع طمأنينة في كل ما ذكر من الركوعين والسجدتين والاعتدال الثاني. وأما القيامان فيقرأ فيهما الفاتحة ولا بد ثم سورة ندبا، فبالضرورة فيهما الطمأنينة فلا حاجة لترجيع ذلك إليهما. قول بقيامين وقراءتين أي مع التعوذ دون الافتتاح كما هو معلوم، في الركعة الثانية يعني يتعوذ لكن ما يفتتحش. واعتدالين فيه تغليب لأن الأول لا يسمى اعتدالا بل يسمى قياما ثانيا، ولذلك قال بقيامين. وسجودين هو مستدرك هنا وفيما قبله لا زيادة فيهما، إلا أن يجاب بأنه ذكرهما لدفع توهم الزيادة فيهما كالركوع. ليه قال وسجودين مش ركوعين؟ قال لك لأحسن يتوهم إن طالما أنا ركعت ركوعين أو ما أعمل 4 سجدات. فاهم؟ فعلى شكل قال لك بسجودين، يعني السجودين ما تكونش زياده السجود. قوله وهذا معنى قوله في كل ركعه منهما
فيه نظر، لأن المتبادر من كلامه أدنى الكمال، والذي في كلام المصنف أعلى الكمال، إلا أن يجاب بما أشرنا إليه سابقا من حمل كلام الشارح على أنه يقرأ سورة طويلة في كل قيام كما سيأتي تفصيله. نيجي نقرأ كلام الشيخ الشارح الهامش: في كل ركعة منهما قيامان يطيل القراءة فيهما كما سيأتي، وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود فلا يطوله، وهذا أحد وجهين، لكن الصحيح أنه يطوله نحو الركوع الذي قبله. ونقف هنا على ويخطب. نقرأ كلام الشارح اللي هو المحشي: قول في كل ركعة منهما، أي من الركعتين، قول قيامان يطيل القراءة فيهما، فيقرأ في الأولى منها بسورة البقرة، وفي الثاني آل عمران، وفي الثالث النساء. معروف أن النساء أطول من آل عمران، كأن القيام الثالث أطول من القيام الثاني كده. آل عمران 10 تربع كده في حتة، لكن النساء 12 ربع فهي أطول. المائدة 8 تربع ونص، ما فيهاش إشكال دي. البقرة 19 ربع وحتة مش كده برضو؟ يبقى كأن الركوع الثالث أطول من الركوع الثاني، من القيام، قصدي القيام الثالث أطول من القيام الثاني. فهمت؟ خد بالك من الصورة دي. فيقرأ في الأول منهما سورة البقرة، وفي الثاني آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع المائدة، إن أحسن ذلك، إن كان يحسن القراءة يعني يحافظ كويس يقرأ، وإلا فقدر كل منها من بقية القرآن. نفرض وحافظ النص الأخير من القرآن، مش حافظ النص الأول، خلاص يجيب بقى، يجيب سورة الكهف في الركعة الأولى 4 تربع وحتة، الكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون، يبقى كده كأنه قرأ البقرة دي في الركعة الأولى. يعني سهلة بقى، يعني يجيب قدره، وبعدين يروح جايب لك في الركعة الثانية 10 تربع، يعني يجيب النور 4 تربع، والفرقان 3، ادي 7، والشعراء 4، ادي 11، ماشي حلو، يجيبهم حلوين 11 قريبين من 10 تربع وحب ما الثاني 10، وبعدين يجي في الثالثة وهكذا. يعني الشرط ان يقرا نفس السور دي، لكن يقرا بقدرهم في حتة ثانية، وإلا فقدر كل منها من بقية القرآن. وفي نص آخر، في نص آخر يعني توبيع أخرى، أنه يقرأ في الأول البقرة، وفي الثاني كمئتي آية منها معتدلة، وفي الثالث ك150، علشان يخلي من القيام الثالث أقصر من القيام الثاني، وفي الرابع كمئة منها. ويستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني كما هو مقتضى النص الأول، أو نقصه عنه كما هو مقتضى النص الثاني، سواء رضي المأمومون بالتطويل أو لا. يبقى هو يعلن للمأمومين، واللي عايز يصلي معاه يصلي، افرض صلت عليه ينوي المفارقة ويروح، ينوي المفارقة بقلبه وينهي صلاته ويروح، ما يجراش حاجة. لكن هو ما يعملش حساب الباب مفتوح والناس تنوي المفارقة ومع السلامة، ويصلي يستمر هو لحد ما يجي يسلم، ليش حد وراه؟ ما يجراش حاجة، مش مشكلة يعني، مش هيحبسهم هو. قوله كما سيأتي الأولى إسقاطه، لأنه لم يأتي في كلامه. قوله في كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما، فيسبح في الركوع الأول بقدر 100 آية من البقرة. 100 آية في البقرة دي بتتقري بالسرعة المعتادة في حوالي 3 ساعة، لو السرعة العادية بتاع القراء اللي بيدندنوا كده وبتاع ويعيد ويزيد، تاخد لها من نص ساعة لساعة إلا ربع دي ال100 آية. إنما لو قراية زي قراية أنا كده حجم، يسموها حجم، تاخد لها حوالي 3 ساعة، ربع ساعة 3 ساعة. يبقى إيه ده؟ فيسبح في الركوع الأول بقدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني بقدر 80 منها، وفي الثالث بقدر 70 منها، وفي الرابع بقدر 50 تقريبا في الجميع. قوله دون السجود فلا يطوله ضعيف، حكاية ما يطولش السجود ده ضعيف. وقوله لكن الصحيح أنه يطوله هو ده المعتمد، يطول السجود زي الركوع. وقوله نحو الركوع الذي قبله، أي قدره، لأن النحو يأتي بمعنى القدر،
فيسبح في السجود الأول بقدر 100 كالركوع الأول، وفي السجود الثاني بقدر 80 كالركوع الثاني، وهكذا. ولذلك قال في المنهج: ويسبح بركوع وسجود في أول كمئة من البقرة، وفي ثاني كثمانين إلى آخره. نعم لا يطيل الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين، لكن الاعتدال اللي هو سمع الأول من حمدة ولا الجلوس بين السجدتين ما يطيل الجلوس ده عادي. نيجي نقرأ ثاني كلام الشيخ، بيقول لك: ويخطب الإمام بعدهما أي بعد صلاة الكسوف والخسوف خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان. يبقى إيه خطبتين الكسوف والخسوف بعد الصلاة زي خطبتين العيد بعد الصلاة، خلافا الجمعة الخطبة بتبقى قبل الصلاة، لكن العيد والكسوف والخسوف بتبقى بعد الصلاة. خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط، ويحث الناس في الخطبتين على التوبة من الذنوب وعلى فعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك، ويسر بالقراءة كسوف الشمس لأنها صلاة نهارية، وصلاة النهار عندنا سرا إلا الجمعة والعيدين، صلاة النهارية سرية عند الشافعية إلا الجمعة والعيدين، ويسر في كسوف الشمس ويجهر بالقراءة كسوف القمر لأنه ليلي، وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمنكسر وبغروبها كاسف، يا إما تفوت صلاة كسوف الشمس بأنها تنجلي أو أنها تغرب يدخل وقت المغرب يعني، وتفوت صلاة كسوف القمر بالانجلاء وطلوع الشمس لا بطلوع الفجر ولا بغروبه خاسفا فلا تفوت الصلاة. نقرأ بقى كلام المحشي: قولك خطبتي الجمعة لو قال كخطبتي العيدين إلى آخره لكان أولى وأنسب. نعم لا يسن التكبير هنا لعدم وروده، لو قال كخطبتي العيد، ولا يمكن العلة أن الشيخ مرضاش يقول كخطبتي العيد لحسن تكبر فيهم زي العيد، قال لك الجمعة برضو دي علة كويس. يقول قوله يخطب الإمام أو نائبه وتختص الخطبة من يصلي جميعا. ويخطب الإمام أي أو نائبه وتختص الخطبة، يعني ممكن اللي صلى مش هو اللي يخطب، يعني ممكن واحد صلى وبعدين يأمر غيره يخطب نائبه، وتختص الخطبة بمن يصلي جماعة من الذكور، فلا خطبة للمنفرد ولا لجماعة النساء، فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس به كما مر في خطبة العيد. قول بعدهما بضمير التثنية الراجع لصلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وفي بعض النسخ بعدها بضمير الإفراد الراجع للصلاة الشاملة لكل منهما، وعليها شرح العلامة الخطيب وهو خطيب الشربين، وهي أنسب لأن الأولى توهم أنها بعدهما معا والمراد أنها بعد كل منهما، لكن هذا الإيهام بعيد كما لا يخفى. قولك خطبتي الجمعة لو قالك خطبتي العيدين إلى آخره لكان أولى وأنسب، نعم لا يسن التكبير هنا لعدم وروده، ووجه ذلك أن قوله في الأركان والشروط غير ظاهر بالنسبة للشروط، إذ لا يشترط هنا شروط خطبتي الجمعة. نعم يشترط الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وكون الخطيب ذكرا ذكر اللهم، إلا أن يقال مراده بالشروط الشروط العامة في الجمعة وغيرها لا الخاصة بها لأنها سنة هنا. الشروط الشروط الخاصة بالجمعة نجعلها لكم تاني في صفحة في النسخة بتاعتي صفحة 219، بيقول اثنى عشر شرط في شروط الجمعة: الإسماع والسماع والموالاة وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما وتقديمهما على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية. طبعا هناك بقى مش هنقول ايه تقديمها قبل الصلاة لان هي دي بعد الصلاة، وانها تقع لازم في أبنية لا مش شرط لان ما يشتغلش انها زي الجمعة، وكون الخطيب ذكرا ده مطلوب وكون الخطبة عربية ده مطلوب كويس، وغالب هذه الشروط يعلم من المتن والشرح ولا يشترط في سائر الخطب غيرها يعني غير خطبة الجمعة إلا الإسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية بس،
سهل. نرجع تاني لكلام الشيخ المحشي: ويحث الناس في الخطبة بقى، ويحث الناس أن يأمرهم أمرا مؤكدا، لأن الحث هو الأمر المؤكد على التوبة من الذنوب، وهي وإن كانت واجبة، يعني التوبة من الذنوب واجبة قبل أمره، قبل أمر الإمام يعني، لكنها تتأكد بأمر الإمام، تصير مؤكدة بأمر الإمام كما أفاده القليوبي. وقد تكون سنة قبله، يعني ممكن تبقى التوبة سنة في حق المصلي فتتأكد وتصير واجبة في حقه بأمر الإمام. طب يعني واحد خالي من الذنوب، واحد لسه داخل في الإسلام في لحظة الوقت وحضر صلاة الكسوف، الإسلام يهدي المكان قبل، ما عنده ذنوب، هيتوب من إيه؟ مؤسس خلاص، فاهم؟ أو لسه كان سايب قبل ما الإمام يأمر، سايب من كل ذنوب ومستغفر وقاعد تمام، يبقى خلاص أصبحت التوبة تحقيق سنة لأنه تائب أصلا قبلها. يبقى إيه؟ لما يأمر الإمام تتأكد في حقه لأمر الإمام بقى، لأن طاعة الإمام مطلوبة، طالما بيأمر بالخير طاعته مطلوبة، فاهم؟ وقد تكون يعني التوبة سنة قبل أمره وتجب به، تجب بأمره فيما إذا لم يكن عليه ذنوب كالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ، ومن تاب من ذنوبه قبل أمر الإمام فإن التوبة في حق هؤلاء سنة لعدم ذنب لهم وتجب بأمر الإمام كما نبه عليه الميدان. واضح كلام الشيخ؟ قوله من صدقة، يعني يأمرهم ويحث الناس على التوبة من الذنوب وعلى فعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك، أي صدقة التطوع، وتحصل بأقل متمول ما لم يعين قدرا من ذلك، يعني ما لم يعين الإمام قدرا من ذلك. لو الإمام قال لهم كل واحد يتصدق بعشرة جنيه وجب تعصر كل واحد يصلى عشرة جنيه، لكن لو الإمام أمر بالصدقة مطلقة يبقى لو صلى جنيه، لو صلى أي مبلغ جنيه، وإلا تعين على من قدر عليه، يبقى لو يعين يبقى يتعين على من قدر عليه، يقدر يطلع عشرة جنيه يطلع عشرة جنيه. الإمام قال كل واحد يتصدق خمسين جنيه، يبقى كل واحد عنده خمسين جنيه زائدة عن حقه يطلع واجبة بأمر الإمام، واللي مش قادر خلاص. لكن أول تصدق مطلقا إذا أي متمول. وضابط من تجب عليه الصدقة من يفضل عنده عما يحتاج في الفطرة. مين اللي تجب عليه الصدقة بأمر الإمام؟ اللي عنده قوت يوم، اللي يكفيه وكفي أولاده، يبقى تجب عليه الصدقة بأمر الإمام. لكن ما عندوش لا قوت يوم، يبقى ما تجبش حتى عليه الصدقة بأمر الإمام، فهمتني؟ لأن أمر الإمام لا يوجب ما لا يوجبه الشرع، فالشرع لا يوجب عليه الصدقة لأنه ما عندوش خلاص. وضابط من تجب عليه الصدقة من يفضل عنده عما يحتاج في الفطرة ما يتصدق به. قوله وعتق ويجب منه ما يجزئ في الكفارة، لكن نقل عن قبط الميداني أنه قال لا يشترط، إحنا عندنا العتق لا يكون إلا لرقبة مؤمنة، لا يجوز عتق الكافر. لو واحد عنده عبد كافر وعليه عتق ما يعتقش الكافر، يعتق المؤمن اللي عنده، لأن الشرع متشوف لإيه؟ لحرية المسلمين. إنما الكافر أنا عاتقه يبقى حر يروح يحاربني، فهم؟ وعتق ويجب منه ما يجزئ في الكفار، لكن نقل عن قبط الميداني أنه قال لا يشترط هنا ما يجزئ في الكفارة، يعني مطلق العتق. وضابط من يجب عليه العتق، من يجب عليه العتق في الكفارة، قول ونحو ذلك أي كالصوم، يعني ممكن يأمرهم يقول لهم صوموا، واخد بالك الإمام، صوموا يوم، صوموا يومين، يأمرهم بكده، والواجب منه يوم. لو قال لهم صوموا وسكت يبقى أقل ما يجزي يوم، ما حددش، قال لهم صوموا وسكت ما حددش، يبقى إيه؟ يجزي يوم، يبقى حرام عليه، لأن الإمام أمرك بطاعة وأنت مأمور بطاعة الإمام، فإذا أمرك بطاعة وجب عليك الالتزام، إلا أن تكون مريض أو على سفر أو كده. أي كالصوم والواجب منه يوم، وكالصلاة، لو قال لهم طب وصلوا والواجب منها ركعتان، لأن أقل ما يجزئ ركعتان، كويس؟ نعم، إن عين قدرا من ذلك تعين على من قدر عليه. لو قال لهم صوموا عشرة أيام ويقدر يصوم عشرة أيام يوجب عليه عشرة أيام، صلوا 100 ركعة
وتقدر تصلي انت مين تصلي مين تصلي فاهم؟ قول ويسر بالقراءة في كسوف الشمس أي إن لم تغرب الشمس وهو فيها وإلا جهر. افرض الشمس غربت منكسفة وهو فيها يبتدي يجهر. ولو حصل في أيام الدجال كسوف الشمس، أيام الدجال أول يوم كسنة وثاني يوم كشهر وثالث يوم كأسبوع ورابع يوم كبقية الأيام، طب حصل كسوف الشمس في أيام الدجال اللي هو يومه كسنة، فهمت نعمل إيه؟ ولو حصل في أيام الدجال كسوف للشمس في الوقت المحكوم عليه لأنه ليل صلى للكسوف وجهر، وبذلك يلغز يعملوها فزورة يعني، ويقال لنا صلاة كسوف بالليل جهرا، لنا يعني معشر الشافعية، لأن صلاة الكسوف جهرا عند الحنابلة مطلقا حتى ولو نهارية، زي ما بيعمل محمد جبريل يلم الناس في الكسوف في النهار في مسجد عمرو ويروح يصلي جهرا، الحنابلة لأن الناس رايحة عايز تسمع محمد جبريل، يعني يقول الله أكبر يقعد كده يقرب سره، الناس تروح تلم مش هتروح، هو ايه بياخد برأي الحنابلة مع انه شافعي هو محمد جبريل، بياخد برأي الحنابلة علشان ايه يثبت الناس وراه يصلي، عشان كده بيقول لك الوغز ده. ويقال لنا اي معاشر الشافعية صلاة كسوف بالليل جهرا، الله صلاة كسوف وتصليها بالليل وتجهر، ما هو كسوف للشمس يبقى بصلي كسوف شمس وبالليل وجهر ازاي دي؟ يقول لك لو في يوم من ايام الدجال في الوقت المحكوم عليه انه ليل وهيقعد يوم كسنه، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاه يوم يا رسول الله؟ قال لا اقدر له قدره. نقوم نقعد ايه نقسم كده المسافه من صلاه الظهر للعصر كذا ومن العصر للمغرب كذا فصلي مغرب، ومن المغرب للعشاء ساعه ونص، بعد ساعه ونص تبدا العشاء، ومن العشاء للفجر في الوقت ده من السنه بيبقى مثلا 10 ساعات، بعد 10 ساعات اذن الفجر وصلي الفجر، وبين الفجر والظهر مثلا حوالي 6 ساعات، بعد 6 ساعات اذن الظهر، وبعدين بعدها بساعتين ونص ولا ثلاثة اذن للعصر، وبعدها بساعتين ونص اذن المغرب والشمس طالعة. فهمت؟ وبصلي المغرب، وصلي العشاء بعدها بساعة ونص والشمس طالعة. فلو كسفت الشمس في الوقت اللي هو مقدر انه ليل، فهمتني ازاي؟ اروح مصليها جهرا. وتبقى الشمس طالعة. وبصليها جهرا. فهمت حل اللغز؟ فهمت حل اللغز؟ طيب. قول ويجهر بالقراءة في خسوف القمر أي إن لم تطلع الشمس وهو فيها وإلا أثر. ولو حصل في ليلة طلوع الشمس من مغربها، ولو حصل في ليلة طلوع الشمس من مغربها، الليلة اللي هتطلع الشمس من مغربها على فكرة هتطول قوي، الناس تصلي الفجر وتستنى إن الشمس تطلع ما تطلعش، يفضل ليل لحد ثاني يوم اللي هو طالع من المغرب، فهمتني؟ لان هيحصل خلل في النظام الكوني بتاعي، يقال ان الارض هيتغير دورتها اتجاه الدوره بتاعتها هيتغير، حتى الدكتور زغلول المندار بيقول الحاجات دي ان هي محسوبه فلكيا ان هي بتقل وهتيجي فتره تغير الاتجاه بتاعها. فبيقول لك هنا اي ان لم تطلع الشمس وهو فيها والا اثر، ولو حصل في ليله طلوع الشمس من مغربها خسوف للقمر في الوقت المحكوم عليه بانه نهار، لأن الليل طول قوي. ما هو في راجل بيغني يقول لك الليل طول. يعني عايز بقى الشمس تطلع من مغربها ده ولا إيه؟ بعيد الله أعلم. ولا مش عايز بقى يطلع الفجر علشان مبسوط من السهرة. ربما يعني. طيب. يبقى صلى للخسوف وأثر وبذلك يلغز ويقال لنا أي معاشر الشافعية صلاة خسوف بالنهار سرا. اللي هي نقول له إيه؟ يوم طلوع الشمس من مغربها. الليل هيطول ويبقى حكم نهار، فاذا خسف القمر في الوقت ده هصلي ايه سرا لانه حكم نهار. فهمت الكلام؟ طيب. قول وتفوت صلاة كسوف الشمس الى اخره، قد عرفت انه كان الاولى ان يقدم هذه العباره عند قول المصنف ولو فاتت لم تقبل، قول بالانجلاء لجميع قرصها يقينا، فلو انجلى بعضها يبقى كسوف جزء كسوف جزء يبقى يستمر برضه.
وبقي بعضها الآخر لم تكن فتصلى كما لو كسف ذلك البعض ابتداء، لأن كسف جزء من أوله، وكذا لو شك في انجلائها لحيلولة نحو سحاب بيننا وبينها فتصلى أيضا، لأن الأصل عدم الانجلاء، ولو حصل الانجلاء في أثناء الصلاة أتم الصلاة أتمها، لكن ما ينشئهاش بعد الانجلاء، لكن لو انجلت في أثناء يتم الصلاة. قوله وبغروبها كاسفة فلا يشرع فيها بعدها، بعده يعني بعد إيه الغروب. وأما لو حصل غروبها كاسفة في أثناء الصلاة أتمها. قول بالانجلاء أي لجميعه يقينا كما تقدم قريبا. قول وطلوع الشمس أي ولو بعضا. قول لا بطلوع الفجر أي لا تكون بطلوع الفجر، لأن ما بعد الفجر ملحق بالليل لبقاء سلطان القمر والانتفاع به فيه، بل هو ليل حقيقة عند علماء الهيئة، لأن الليل عندهم من غروب الشمس إلى طلوعها، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها. واضح كلام الفقه. قول ولا بغروبه كخاسفا يعني هي القمر أي في الليل، كما لو استتر بغمام مثلا ولو غاب خاسفا واستمر كذلك حتى طلع الفجر صلى على الجديد وهو متجه، متجه يعني وجيه يعني تتم. لو اجتمع عليه كسوف وجنازة يعمل ايه؟ يقدم ايهم؟ لو اجتمع عليه كسوف وجنازة قدمت، لان طلب دفن الميت، لان الجنازة فرض على الكفاية والثاني سنة، والفرض يقدم على السنة كده برضو. يبقى لما اجتمع كسوف وجنازة اقدم الجنازة، وكذا لو اجتمع عليه عيد وجنازة قدمت الجنازة، او كسوف وفرض قدم الفرض إن ضاق وقته، يقدم الفرض إن ضاق وقته، وإلا قدم الكسوف لضيق وقته. واضح كلام. ويقدم الكسوف على الوتر، يقدم لو اجتمع وتر وكسوف، علي وتر وعلي كسوف أقدم إيه؟ يقدم الكسوف على الوتر، لأن الكسوف آكد. أو جنازة وفرض، قدمت الجنازة إن اتسع وقت الفرض، أو خشية تغير الميت فيحرم تأخيرها عند خشية التغير، أو كان التأخير للجنازة لكثرة المصلين عليه فيبقى لمصلحة الميت، يبقى ممكن أعقر الجنازة لو أنا منتظر ناس صالحين هيجوا يصلوا ولسه ما وصلوش، أو الميت موصي لما موت عايز مثلا مفتي الجمهورية يصلي عليه، فحطينا الجنازة مستنين مفتي الجمهورية وعلينا صلاة كسوف، خلاص نصلي صلاة الكسوف على ميت، لانه ده مصلحه الميت، اجتماع المصلين كثره عدد المصلين صلاح المصلين، فيبقى هنا تاخيرها يبقى الميت مبسوط انها متاخره مستني فلان يجي. يقال ان الشيخ صالح الجعفري كان موصي ان الشيخ اسماعيل صادق العربي يصلي عليه لما يموت، وانه لما مات ما كانش الشيخ اسماعيل صادق العربي يعرف انه مات، فلما دخلوا الجنازه ماشيين في الشارع كده لقوا الشيخ اسماعيل ماشي قبلا، فقالوا له خش للشيخ صالح جوه كان عايزك تصلي عليه، دخل صلى عليه. شوف بقى من صلاحه ربنا يستر له اللي هو عايزه يصلي عليه. يعني يقال الحكايه دي حصلت، سمعتها من الشيخ اسماعيل صادق نفسه. او كان التاخير لا لكثره المصلين عليه، فان كان التاخير يسير يسيرا لكثرة المصلين عليه لم يحرم، لأن فيه مصلحة للميت، والله تعالى أعلى وأعلم. زي ما الناس ساعات يأخروا صلاة الجنازة على الفرض وإن اتسع وقته، يقول لك على ما الناس تجتمع للفرض يقوم يمتلئ المسجد، يقوم يصلي الجنازة بعد الفرض، مش الناس بيعملوا كده دلوقتي؟ ليه بقى؟ لأن ده لمصلحة الميت، لأنه هيمتلئ واللي يصلي عليه 40 أو قيل 3 صفوف ربنا بيقبل شفاعتهم كلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتمنا جميعا، ونقف على فصل في أحكام صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها يوم السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلومات.